بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة شروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى القلعة الزرقاء، إلى ملعب استاد الهلال، حيث هذه المباراة الملحمة للعبور لمجموعات الكونفدراليش في المنافسة التعويضية. أعتبر أنه خاصة بعد غياب الفريق الهلالي من المشاركة في الأبطال عبر المجموعات، إذن هي مباراة بكل تأكيد لتصحيح المسار، مباراة لمصادقة وأيضا تعويض الجمهور عن الظهور في دوري الأبطال في مرحلة المجموعات. الآن الظهور هلالي متوقع عبر هذه المباراة، مباراة سيركي باماكو المالي على دين يوسف في الانطلاق. هذا هو الرسم الموضوع من المدرب كارزيتو، معز محجوب، يوسف محمد، سيف الساوي، بوي، عمر بخيت على دين يوسف، وانت الطاهر، نزار حامد، هيثم مصطفى، مدسر كاريكا، بكري عبد القادر، كرة والرأسية الأولى، الضربة الأولى من نزار حامد، لكن أيضا تدخل من الشيخ عمر ديالو، حول الكرة مرت تمر وتصبح رمية تماس لمصلحة الفريق الهلالي اللي بادي ضاغط وبادي مركز وبادي يريد اختطاف المباراة عبر شوط سريع. بالتالي نتمنى التوفيق للأزرق. يا سلام يا هيثم، تمريرة حلوة حلوة أمامية، يلا في المتابعة والمرور، كرة معكوسة والرأسية أبعدت من جانب اللاعب مامادو السيربي مدافع فريق سيركي باماكو المالي. كرة منقولة، استراتيجية سليمة، أن تضغط منذ البداية، أن تضرب بقوة منذ البداية في هذه المباراة. نتمنى التوفيق للأزرق في مقابل التشكيل المالي الموضوع من جانب المدرب الشيخ سيكو. كرة منقولة، الشيخ عمر ديالو يلعب كرة عالية والرأسية، لكن في راية، في تسلل محتسب، والتشكيل المرسوم من جانب سيركي باماكو، أداما كيتا في حراسة المرمى، الشيخ عمر ديالو، إدريس ساتري، أداما تراوري، ممادو سيديبي، يوسف تومبا، وحسين بانغورا، ممادو جاني، محمد كيري، واسماعيل ديارة. هذا الرسم وهذه الانطلاقة، وهذا كاريكا، وهو كاريكا، مرة كاريكا، لعب الكرة، الفرصة، الفرصة الذهبية، الضربة الأولى يا كاريكا، اللقطة الأولى، شوف هرب الولد، هرب الولد، وشوف الكرة ملعوبة، لكن الحارس ومرة أخرى أداما، الضغط هلالي رهيب، أتمنى أن يستفيد منه، أتمنى أن يستثمروا خير استثمار لكل المتابعين والمتمنين والمشاهدين عبر قناة الشروق لهذه المباراة. بكل تأكيد حضور موجود أيضا في الملعب والسند الجماهيرية من جانب الفريق الهلالي، وأيضا تركيز مطلوب منذ البدايات، والمدرب الشيخ سيكو يظهر مع هذه اللقطات الأولى، هذه التحركات الأولى للفريق الهلالي في الضغط والانطلاق بتشكيل مثالي مرسوم من هذا الرجل دييغو غارزيتو. ضربة مرمى ملعوبة من أداما كيتا، إرسال كرة أمامية بالرأس، يوسف تومبيا، الانطلاق أمامي للفريق المالي سيركي باماكو اللي استطاع أنه يسجل 9 أهداف من خلال مروره عبر 4 مباريات، معدل تهديفي عالي جدا لهذا الفريق المالي. بالرسم والحسابات تمضي لأكثر من 2.25 في كل مباراة، طبعا بقوة هجومية، لكن أيضا استقبل الشباك وأهداف كثيرة، وبالتالي نتمنى أن يستفيد الهلال من هذه الخاصية، يحسن الأداء الدفاعي وينطلق للمالي. كرة خطيرة، سيركل في البداية، ولكن كرة ملعوبة لتتحول هلالية. الهلال بالإعداد المتوفر للمنتخب الوطني ولنجوم المنتخب، كاريكا واحد من النجوم، كرة ملعوبة، ينطلق بكري عبد القادر، بكري في محاولة المرور أمام اللاعب يوسف دومبيا، العودة الهلالية، نزار حامد يلعب كرة لمهند الطاهر، أدوار كبيرة منتظرة، تمر كرة ليوسف محمد العايد ليدخل التشكيل، ليدخل الخيارات
والمفاجآت من غارزيتو. الكرة ملعوبة للأمام، تحول من جانب الفريق المالي، مامادو سيدبي يلعب الكرة، حسين بانجورا الغيني، كرة ممتازة للمالي خطيرة، ولكن الراية تأتي وتمنع الانطلاقة المالية على الجهة اليسرى. لابد من التفطن، لابد من الحساب، لابد لأن نعمل جاهدين على إيقاف الانطلاقات المالية والضرب بقوة لتسجيل الهدف بالنسبة لمتابعينا الآن الحريصين الموجودين عبر شاشة الشروق. هذا النقل مباشرة من ملعب استاد الهلال، كرة الهلال للعبور لمجموعات الكونفدرالية على أقل بكل تأكيد مطلوب الآن التفكير من هذه الجماهير أعمق، من كل المتابعين أعمق، نريد بطولة. مهند الطاهر الممتاز ينطلق، ولكن الكرة طالت، لسه لم تشتغل الماكينة مع مهند الطاهر، ماكينة الأهداف الهلالية السودانية. هذا الفتى الأسمراني مهند الطاهر اللي قدم عديد من اللمحات، عديد من الكرات الرائعة، سجل عديد من الأهداف خاصة من التسديدات القوية لصاحب القدم اليسارية القوية مهند الطاهر. كرة أمامية انطلاقة من جانب إسماعيل ديارة بعد أن فقدوا لاعب مميز بالاحتراف فريق سيركي باماكو، وبعد أيضا أن غاب لاعب مهم بعامل الإصابة ديابو، الآن التعويل كبير على إسماعيل ديارة وعلى ما بعده شني في صناعة اللعب. كرة مع هيثم مصطفى الصانع الماهر بالنسبة للفريق الهلالي، ينقل كرة لمدسر كاريكا، مهند الطاهر يلعب الكرة لكن مقطوعة من جانب موديبو كايتا، كرة ترجع لعمر بخيت في رسم في كرة منقولة، لكن الضغط مالي أيضا موجود. طموح هذا الفريق اللي أخرج إنبي المصري بالتأكيد طموح سيكون كبير، وبالتالي نتمنى التوفيق للهلال في هذه المباراة بكل تأكيد أمام هذا الفريق المالي، فريق على مستوى المشاركات على مستوى التاريخ مشاركات ضعيفة جدا، ثلاث مشاركات، الحضور لم يكن مميز. أكثر مشاركة تعتبر مميزة بالنسبة لهذا الفريق هي في هذا الموسم عبوره ومروره ووصوله لهذه المرحلة، كذلك في التصريحات لمدربه أيضا فيها العديد من العلامات، مدرب ذكي جدا يحترم المنافس، قال إذا أخرجت الهلال أعتبر هذا يعني مفاجأة، وبالتالي يريد أن يلعب بدون ضغوط ويحرر لاعبيه من الضغوط. أنتم الأقوياء ونحن سنجتهد ونغامر لنطيح بالهلال، هكذا الفكر الاحترافي الرائع للشيخ سيكو مدرب الفريق المالي. إذن مخالفة لمصلحة الهلال، كيف سيسير الأزرق الدقائق الأولى والوصول للهدف الأول؟ بكل تأكيد عامل مطلوب، هيثم مصطفى يلعب كرة، محاولة كراسية من جانب الشيخ عمر ديالو، الانطلاق الآن من جانب مومادو سيدي بي، لكن تدخل هلالي، كرة تعود لنزار حامد، كاريكا هيثم، تمريرات ممتازة، كرة لكاريكا، يلا كاريكا التسديدة، أوه حارس المرمى آداما كايتا كان في المكان المناسب، تصدى للكرة من تسديدة كاريكا القناص، كاريكا الهداف، هنا التسديدة والكرة لكن بالرأس مكتوعة، ترجع لمهند الطاهر، مهند في محاولة المرور لكن مضغوط، خلصت الكرة يوسف دومبيا، نقل كرة إسماعيل ديارة، إسماعيل محاولة الهروب أمام بوي، انطلاق خطير لإسماعيل لكن الكرة طالت وبسلام مرت. إسماعيل ديارة قلت قبل لحظات قبل هنات مشاهدي الشروق أن إسماعيل ديارة لاعب خطير ولاعب يعول عليه الشيخ سيكو بعد أن فقد الأخطر طوبيا. كرة على الجهة اليسرى، نزار حامد، السرعة في اقتناص الأهداف في هذا الفريق المالي مطلوبة، كرة مع هيثم مصطفى يلعب كرة ممتازة على الجهة اليسرى، نزار حامد، نزار بكر المدينة لهيثم مصطفى في رحلة البحث والتمرير، لكن الكرة مقطوعة من جانب أداما أتراوري، يلعب الكرة لإدريس ستاري، إدريس إرسال أمامي مباشر لإسماعيل ديارة، لكن الكرة أقرب لحارس المرمى المعز محجوب. تشجيع، أهازيج والحان وأغاني أيضا موجودة في تشجيع
من الجماهير ومساندة من الجماهير الوفية الموجودة تساند في الأزرق في ممثل الوطن في هذا المشوار. بكل تأكيد ظهور اليوم متوقع ممتاز للهلال، وغدا إن شاء الله أتمناه أيضا ممتاز للمريخ، وفي رحلة المشقات والابتعاد للمغامرة لشندي. أمنياتنا لك أيضا بالتوفيق. كرة منقولة ملعوبة من جانب هيثم، لكن في توازن دفاعي من جانب الفريق المالي يعطل حتى الآن الانطلاقات. شاهدنا في البداية، شاهدنا في السرعة، شاهدنا في مرور كاريكا، لكن ننتظر الأكثر وننتظر الأمتع. كرة من جانب علاء الدين، يوسف يمرر كرة لكن مرت وتحولت لرمية تمس. هلال بمباراتين الإعداد لهذا الطريق، خاصة في غياب الدوري الممتاز، في غياب بطولة الدوري في الفترة الماضية. استعان الهلال بإعداد داخلي، مباراة ضد الأهلي الخرطوم، مباراة ضد الإسماعيلي المصري، وأيضا مشاركة النجوم مع المنتخب الوطني اللي ضرب بطل إفريقيا تشيبو بولو بولو المنتخب الزامبي. إذن رمية التماس، تماس مع يوسف محمد، قلت أنه من مفاجأة التشكيل يوسف محمد الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى القلعة الزرقاء، إلى ملعب استاد الهلال، حيث هذه المباراة الملحمة للعبور لمجموعات الكونفدراليش في المنافسة التعويضية. أعتبر أنه خاصة بعد غياب الفريق الهلالي من المشاركة في الأبطال عبر المجموعات، إذن هي مباراة بكل تأكيد لتصحيح المسار، مباراة لمصادقة وأيضا تعويض الجمهور عن الظهور في دوري الأبطال في مرحلة المجموعات. الآن الظهور هلالي متوقع عبر هذه المباراة، مباراة سيركي باماكو المالي. علاء الدين يوسف في الانطلاق، هذا هو الرسم الموضوع من المدرب كارزيتو، معز محجوب، يوسف محمد، سيف الساوي، بوي عمر بخيت، علاء الدين يوسف، مهند الطاهر، نزار حامد، هيثم مصطفى، مدثر كاريكا، بكري عبد القادر، كرة والرأسية الأولى، الضربة الأولى من نزار حامد، لكن أيضا تدخل من الشيخ عمر ديالو حول الكرة، مرت تمر وتصبح رمية تماس لمصلحة الفريق الهلالي اللي بادي ضاغط وبادي مركز وبادي يريد اختطاف المباراة عبر شوط سريع. بالتالي نتمنى التوفيق للأزرق. يا سلام يا هيثم، تمريرة حلوة حلوة أمامية، يلا في المتابعة والمرور، كرة معكوسة والرأسية أبعدت من جانب اللاعب مامادو السيربي مدافع فريق سيركي باماكو المالي. كرة منقولة، استراتيجية سليمة، أن تضغط منذ البداية، أن تضرب بقوة منذ البداية في هذه المباراة. نتمنى التوفيق للأزرق في مقابل التشكيل المالي الموضوع من جانب المدرب الشيخ سيكو. كرة منقولة، الشيخ عمر ديالو يلعب كرة عالية والرأسية، لكن في راية، في تسلل محتسب، والتشكيل المرسوم من جانب سيركي باماكو، أداما كيتا في حراسة المرمى، شيخ عمر ديالو، إدريس ساتري، أداما تراوري، ممادو سيدي بي، يوسف تومبا، وحسين بانغورا، ممادو جاني،
محمد كيري واسماعيل ديارة. هذا الرسم وهذه الانطلاقة وهذا كاريكا وهو كاريكا مرة كاريكا لعب الكرة. الفرصة الفرصة الذهبية، الضربة الأولى يا كاريكا، اللقطة الأولى. شوف هرب الولد، هرب الولد، وشوف الكرة ملعوبة، لكن الحارس ومرة أخرى أدمى. الضغط هلالي رهيب، أتمنى أن يستفيد منه، أتمنى أن يستثمروا خير استثمار لكل المتابعين والمتمنين والمشاهدين عبر قناة الشروق لهذه المباراة. بكل تأكيد حضور موجود أيضا في الملعب والسند الجماهيرية بجانب الفريق الهلالي، وأيضا تركيز مطلوب منذ البدايات، والمدرب الشيخ سيكو يظهر مع هذه اللقطات الأولى، هذه التحركات الأولى للفريق الهلالي في الضغط والانطلاق بتشكيل مثالي مرسوم من هذا الرجل دييغو غارزيتو. ضربة مرمى ملعوبة من أداما كيتا، إرسال كرة أمامية بالرأس يوسف تومبيا، الانطلاق أمامي للفريق المالي سيركل باماكو اللي استطاع أنه يسجل 9 أهداف من خلال مروره عبر 4 مباريات، معدل تهديفي عالي جدا لهذا الفريق المالي. بالرسم والحسابات تمضي لأكثر من 2.25 في كل مباراة، طبعا بقوة هجومية، لكن أيضا استقبل الشباك وأهداف كثيرة، وبالتالي نتمنى أن يستفيد الهلال من هذه الخاصية. يحسن الأداء الدفاعي وينطلق للمالي، كرة خطيرة سيركل في البداية، ولكن كرة ملعوبة لتتحول هلالية. الهلال بالإعداد المتوفر للمنتخب الوطني ولنجوم المنتخب، كاريكا واحد من النجوم، كرة ملعوبة ينطلق بكري عبد القادر، بكري في محاولة المرور أمام اللاعب يوسف دومبيا، العودة الهلالية، نزار حامد يلعب كرة لمهند الطاهر، أدوار كبيرة منتظرة، تمر كرة ليوسف محمد العايد ليدخل التشكيل، ليدخل الخيارات والمفاجآت من غارزيتو. الكرة ملعوبة للأمام، تحول من جانب الفريق المالي، مامادو سيريبي يلعب الكرة، حسين بانجورا الغيري، كرة ممتازة للمالي خطيرة، ولكن الراية تأتي وتمنع الانطلاقة المالية على الجهة اليسرى. لابد من التفطن، لابد من الحساب، لابد لأن نعمل جاهدين على إيقاف الانطلاقات المالية والضرب بقوة لتسجيل الهدف بالنسبة لمتابعينا الآن الحريصين الموجودين عبر شاشة الشروق. هذا النقل مباشرة من ملعب استاد الهلال، كرة الهلال للعبور لمجموعات الكونفدرالية على أقل، بكل تأكيد مطلوب الآن التفكير من هذه الجماهير أعمق، من كل المتابعين أعمق، نريد بطولة. مهند الطاهر الممتاز ينطلق، ولكن الكرة طالت، الكرة طالت، لسه لم تشتغل الماكينة مع مهند الطاهر، ماكينة الأهداف الهلالية السودانية. هذا الفتى الأسمراني مهند الطاهر اللي قدم عديد من اللمحات، عديد من الكرات الرائعة، سجل عديد من الأهداف خاصة من التسديدات القوية لصاحب القدم اليسارية القوية مهند الطاهر. كرة أمامية انطلاقة من جانب إسماعيل ديارة، إسماعيل ديارة بعد أن فقدوا لاعب مميز بالاحتراف فريق سيركل باماكو، وبعد أيضا أن غاب لاعب مهم بعامل الإصابة ديابو، الآن التعويل كبير على إسماعيل ديارة وعلى ما بعده جاني في صناعة اللعب. كرة مع هيثم مصطفى الصانع الماهر بالنسبة للفريق الهلالي، ينقل كرة لمدسر كاريكا، مهند الطاهر يلعب الكرة لكن مقطوعة من جانب موديبو كايتا، كرة ترجع لعمر بخيت في رسم، في كرة منقولة، لكن الضغط مالي أيضا موجود، طموح هذا الفريق اللي أخرج إنبي المصري بالتأكيد طموح سيكون كبير، وبالتالي نتمنى التوفيق للهلال في هذه المباراة بكل تأكيد أمام هذا الفريق المالي، فريق على مستوى المشاركات على مستوى التاريخ مشاركات ضعيفة جدا، 3 مشاركات، الحضور لم يكن مميز، أكثر مشاركة تعتبر مميزة بالنسبة لهذا الفريق
هي في هذا الموسم عبوره ومروره ووصوله لهذه المرحلة. كذلك في التصريحات لمدربه أيضا فيها العديد من العلامات، مدرب ذكي جدا يحترم المنافس، قال إذا أخرجت الهلال أعتبر هذا يعني مفاجأة، وبالتالي يريد أن يلعب بدون ضغوط ويحرر لاعبيه من الضغوط. أنتم الأقوياء ونحن سنجتهد ونغامر لنطيح بالهلال، هكذا الفكر الاحترافي الرائع للشيخ سيكو مدرب الفريق المالي. إذن مخالفة لمصلحة الهلال، كيف سيسير الأزرق الدقائق الأولى والوصول للهدف الأول؟ بكل تأكيد عامل مطلوب. هيثم مصطفى يلعب كرة، محاولة كراسية من جانب الشيخ عمر ديالو، الانطلاق الآن من جانب مومادو سيدي بي، لكن تدخل هلالي، كرة تعود لنزار حامد، كاريكا هيثم، تمريرات ممتازة، كرة لكاريكا، يلا كاريكا التسديدة، أوه حارس المرمى آداما كايتا كان في المكان المناسب، تصدى للكرة من تسديدة كاريكا القناص، كاريكا الهداف، هنا التسديدة والكرة لكن بالرأس مقطوعة، ترجع لمهند الطاهر، مهند في محاولة المرور لكن مضغوط، خلصت الكرة، يوسف دومبيا نقل كرة اسماعيل ديارة، اسماعيل محاولة الهروب امام بوي، انطلاق خطير لاسماعيل لكن الكرة طالت وبسلام مرت. اسماعيل ديارة، قلت قبل لحظات قبل هنات مشاهدي الشروق أن اسماعيل ديارة لاعب خطير ولاعب يعول عليه الشيخ سيكو بعد ان فقد الاخطر طوبيا. كرة على الجهة اليسرى، نزار حامد، السرعة في اقتناص الاهداف في هذا الفريق المالي مطلوبة، كرة مع هيثم مصطفى، يلعب كرة ممتازة على الجهة اليسرى، نزار حامد، نزار بكري المدينة لهيثم مصطفى في رحلة البحث والتمرير، لكن الكرة مقطوعة من جانب أداما تراوري، يلعب الكرة لإدريس ساتاري، إدريس إرسال أمامي مباشر لإسماعيل ديارة، لكن الكرة أقرب لحارس المرمى المعز محجو. تشجيع، أهازيج وألحان وأغاني أيضا موجودة، في تشجيع من الجماهير ومساندة من الجماهير الوفية الموجودة تساند في الأزرق في ممثل الوطن في هذا المشوار. بكل تأكيد ظهور اليوم متوقع ممتاز للهلال، وغدا إن شاء الله أتمناه أيضا ممتاز للمريخ، وفي رحلة المشقات والابتعاد للمغامرة لشندي، أمنياتنا لك أيضا بالتوفيق. كرة منقولة ملعوبة من جانب هيثم، لكن في توازن دفاعي من جانب الفريق المالي يعطل حتى الآن الانطلاقات، شاهدنا في البداية، شاهدنا في السرعة، شاهدنا في مرور كاريكا، لكن ننتظر الأكثر وننتظر الأمتع. كرة من جانب علاء الدين، يوسف يمرر كرة لكن مرت وتحولت في رمية تمس. هلال بمباراتين الإعداد لهذا الطريق، خاصة في غياب الدوري الممتاز، في غياب بطولة الدوري في الفترة الماضية، استعان الهلال بإعداد داخلي، مباراة ضد الأهلي الخرطوم، مباراة ضد الإسماعيلي المصري، وأيضا مشاركة النجوم مع المنتخب الوطني اللي ضرب بطل إفريقيا تشيبو بولو بولو المنتخب الزامبي. إذن رمية تماس، تماس مع يوسف محمد، قلت أنه من مفاجآت تشكيل يوسف محمد الموجود هلال في فترة الإحلال وإبدال، أيضا غير عديد من الأسماء، غادروا كشف الفريق خاصة من المحترفين وعودة أسماء جديدة. الآن كرة ملعوبة، كاريكا، كاريكا يلعب الكرة لكن وين؟ مرت الكرة للجهة المقابلة، حسين بانجورا الغيني، اثنين من غينيا يلعبوا في تشكيل سيركي الباماكو المالي، حسين بانجورا ومامادو جاني. كرة ملعوبة في وسط الملعب، الآن محاولة المرور من جانب إسماعيل ديارة، العودة للشيخ عمر ديالو والتمرير على الجهة اليمنى، انطلاقة للفريق المالي، يلعب كرة أمامية والكرة اصطدمت وتحولت لرمية تماس. فريق كما قلت سجل العديد من الأهداف واستقبل العديد من الأهداف. يلا نوقف هذه الماكينة في المقدمة الهجومية، نرتد ونسجل للمرور
للظروف الموجودة والتعقيدات الموجودة في مالي، خاصة الظروف السياسية الغير مستقرة. بالتالي الهلال يجب أن يتحوط من هنا من هذا الملعب، يجب أن ينتصر وانتصار عريض. الكرة ملعوبة لمدثر كاريكا، يلعب كرة أمامية لبكر المدينة، لكن سباق السرعة، بكر المدينة ينطلق للأمام أمام اللاعب موديبو. بكر المدينة حصل كورته، لاعب الكرة مهند الطاهر أسرع الآن يا مهند، كرة مع مهند يعود لعمر بخيت، عمر بخيت يوزع كرة على الجهة اليمنى مع نزار حامد، نزار في عودة ليوسف محمد على الجهة اليمنى. مازال تمريرات هلالية، ينضبط يتراجع تكتيكيا الفريق المالي في حال فقدان الكرة، وكرة سهلة جدا من يوسف محمد رجعت لحارس المرمى أداما كايتا. حارس أداما كايتا حارس فريق سيركي باماكو المالي. والفريق المالي طبعا الوقت يمر في صالحه، بكل تأكيد النتائج أيضا يريد أن يتحسب ويخرج بأقل خسائر. فريق في 4 مباريات سابقة لم يتعادل، إما أن يخسر هذا الفريق وإما أن ينتصر. كرة ملعوبة الآن، ملعوبة من جانب علاء الدين يوسف، مشروع تسديد، الكرة اصطدمت، رجعت لعمر بخيت، الانطلاق من جانب عمر، يلعب كرة لنزار حامد، يلا في التمرير، يمر الكرة تعود من جديد لعمر بخيت في محاولات الفريق الهلالي للتقدم للأمام. نزار حامد يعكس كرة والرأسية مرت خطيرة للفريق الهلالي، راجعة من مين؟ من مهند الطاهر، محاولات للاصطياد، الكرة مع هيثم مصطفى، يمر التمريرة لعمر بخيت. هذه هي الانتقالات والحصار الهلالي المضروب، نزار حامد كرة سهلة وأبعد الحارس أداما كايتا، كانت أقرب لحارس المرمى أداما كايتا. مرت الكرة الشيخ عمر أديالو وتتحول الآن بالصافرة من سيشل حكم بياني. كرة ملعوبة الآن تعود لعلى دين يوسف. شوف في تمريرات هلالية، في نقلات من جانب فريق الهلال، في استحواذ، لكن نريد المرور للأمام. فريق المالي في حال فقدان الكرة يرجع يسدد المنافس. يلعب الكرة لإسماعيل ديارة، يعتمد على الأسلوب المهاري ديارة، يلعب كرة بالرأس، هلالية راجعة لحارس المرمى المعز محجوب، حارس المعز محجوب لي يصر في التشكيلة الهلالية. كرة للأمام ملعوبة، بكري تمريرة كاريكا، ممكن فرصة جميلة البكري، هي بكري سدد، أداما كايتا، أداما كايتا يتألق يبعد كرة هلالية، هدف كان أكيد في الطريق للشباك المالية لكن مقطوعة. تحولت الآن ومحاولة للانطلاق، الكرة تمر وترجع لحارس المرمى معز محجوب. وقت يمر مشاهدي شروق والنتيجة مازالت التعادل الأبيض. هلال السودان يستضيف سيركي باماكو المالي. انطلاقة بعد تجاوزنا ربع الساعة الأول، الهلال مازال متعادل. يا سلام التسلل والراية، الراية حاضرة في تمريرة كانت من هيثم مصطفى لمدثر كاريكا ومرت بالراية والتسلل. الهدف جاي إن شاء الله، جاي الهدف، وإن شاء الله التفوق سيكون للأزرق السوداني في هذه المباراة. بكل تأكيد أداما كايتا يرسل كرة أمامية بالرأس مقطوعة من جانب يوسف محمد، تعود الكرة هلالية لكن مقطوعة من جانب الفريق المالي على الجبهة اليمنى، خطيرة للمالي، والكرة في استحواذ، في متابعة، وفي أيضا تغطية دفاعية، ويتحصل فريق الهلال على المخالفة على دين يوسف في اللقطة الماضية في محاولة المرور. أتمنى لا يؤثر غياب وتواصل المباريات بالنسبة لفريق الهلال، على اعتبار أنه الدوري كان في فترة الراحة في منتصف الموسم. تمنى أن لا يؤثر على الأداء، اللياقة البدنية، أن يكون الهلال في الفورمة جاهز اليوم 100 100 إن شاء الله لعبور الفريق المالي. كرة من جانب نزار حامد،
يلعب كرة ممتازة والانطلاق من جانب نزار، لكن التمريرة والتمريرة مرت في متابعة من جانب إدريس الستري. الكرة رجعت لأداما كيتا حارس المرمى المالي، فريق المالي اللي بدأ مع النهضة تشات يخسر دائما كما قلت خارج ملعبه، خسر 3-2 وجاء انتصر 3-1 داخل ملعبه. ذلك استمر هذا السيناريو، سيناريو 3 أهداف والفريق. كرة ملعوبة الآن خطيرة معكوسة وراسية مبعدة من جانب فريق الهلال. الحركة الآن مطلوبة الآن، السرعة الآن، كرة كعبية ومحاولة للمرور، الخطأ والمخالفة لمصلحة فريق الهلال، فريق اللي أيضا لعب مباراة مع إنبي المصري خسر في مصر 3-1، رجع وانتصر 3-0 في مالي. إذن يستفيد تماما من ملعبه، يستفيد من العوامل الموجودة في ملعبه، وبالتالي لابد من الحسم والحسم بأهداف مريحة. يوسف محمد يرسل كرة ممتازة لعمر بخيت، عمر على الجهة اليمنى مرور، لكن الكرة المعكوسة سيئة جدا مرت وحارس المرمى أدامة في السيطرة. إرسال كرة للأمام عالية ترجع لحارس المرمى المعز محجو بعز على دين يوسف. بداية المشوار، بداية المرور للأمام، هذه الجماهير تنتظر بكل تأكيد في نقطة التحول، نقطة الهدف الأول. كرة خطيرة الآن للفريق المالي، عنده طموح هجومي، يلعب كرة أمامية منتهى الخطورة الرأسية، لكن يا ستار كرة الراجل في متوسط قلب دفاع ما بين سيف وبوي استطاع أن يصل الكرة. شوف الكرة، شوف الكرة، لكن أعتقد وبكل صراحة أنه القفزة الخاطئة من هذا اللاعب هي اللي تسببت في فقدانه التوازن. كرة في منتهى الخطورة وبدأ مسلسل التمهل من الآن، من هذه الدقائق يا راجل يلعب كرة، فريقك يلعب كرة هجومية. أتمنى أن يستفيد الهلال من الثغرات الدفاعية في الفريق المالي خاصة في حالة تقدمه، فقط أن نتحول بمرتدة سريعة. كرة ملعوبة تمر للفريق المالي، مامادو سيدي بي، يرجع مامادو يلعب الكرة مع الشيخ عمر ديالو، شوف في محاولة توزيع الكرة وكرة أيضا، لكن رجعت لحارس المرمى المعز محجو. تدهور ترتيبه في الدوري المالي، الآن وصل المركز السادس قبل الحضور للسودان. عموما هو في حالة أداء، في حالة مباريات مستمر، لم يتوقف هذا الفريق المالي. كرة ممتازة، المرور جميل من كاريكا، ولكن الكرة مرت وتحولت لتكون، فاعتقدت أنه ضربة ركنية خاصة أنه سدد كاريكا. نعم رجع، رجع الحكم واحتسب الضربة الركنية لفريق الهلال على يمين أداما كيتا. أداما كيتا ركنية هلالية، كرة عالية بقبضة اليد حارس المرمى أداما كيتا، تعود بالرأس عمر بخيت، مشية ممتازة لنزار حامد، يلا نزار، محاولة المراوغة، العودة لعمر بخيت في حصار، تمريرة والراية، الراية الراية، يعني مصيدة التسلل أيضا معتمدة من جانب الدفاع المالي في اللقطة، في الإعادة، في الإعادة الخروج والتسلل المحتسب على لاعبين. أيضا ضربة حرة غير مباشرة مع أداما كايت. كرة ملعوبة، إرسال كرة للأمام ومحاولة لتقدم الجانب، مامادو يعود بالكرة للشيخ ديالو، كرة ملعوبة أيضا ولكن في راية وتسلل محتسب. الآن الانطلاق أسرع، نزار حامد يلعب كرة ممتازة، يلا كاريكا، يلا كاريكا، كاريكا هيها، كرة جول، 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 الهدف الهلالي، الهدف الهلالي، الهدف الهلالي، بكر المدينة، هلال is now impossible campinos اسمه بلغتك يا جارزيتو، بحديث أصلك الإيطالي يا جارزيتو. الهدف الأول، الضربة الأولى، تورنيو دالا كوبا، شوف الهيئة ولد،
هيا كرة على طبق من ذهب، التفاهم بالإيميل بالمسج، كرة في الشباك، هدف أول في مرمى أداما كيتا، 1-0 للفريق الهلالي. كنا نبحث عن الهدف، كنا نبحث عن الضربة، كنا نبحث عن إشعال الفتيل وإطلاق الحناجر. الآن الجماهير تهدر، والآن الهدير الجماهيري مستمر، وإن شاء الله لن يتوقف، إن شاء الله لن يتوقف في هذا المشوار في هذه البطولة. طموحنا أكبر من عبور سيركي البمام، وأقول بكل صراحة مع احترامي للمنافسة للفريق المالي، لأنه حتى الآن لم نعبر. أنظر هناك، أنظر لكأس الاتحاد الأفريقي، كرة خطيرة، كرة خطيرة، والمرور من الجبهة اليمنى دائما عامل مشاكل بالنسبة لفريق الهلال. ومن محمد كيدي، الجماهير تتطلع لكأس الاتحاد الأفريقي، كوب دولا كونفيسر، يعني هذا ليمنحك الكوبو، أنت من يتطلع. لا تستطيع أن تعتبر أن هذه المباراة إلا وأن مباراة مصير بعد ذلك تمر لتقاتل في المجموعات. طموحنا كبير بالمجموعة الموجودة، بالقمة التي ستشارك في هذه البطولة، لأن نصطاد البطولة، إما للقمة وهذه فرصة، لكن خلونا نمشي بالمنطق، نحسب الخطوات، نعبر واحدة بواحدة. الآن نتخطى السيركي الباماكو، بعد ذلك نفكر في المجموعات ونفكر في القادم، في تدوين بطولة، في رصد بطولة، في إحقاق بطولة لتدون، تكتب للسودان. أقول للسودان وبالتوفيق لمن يحرز البطولة من فرق السودان المتنافسة القادرة. كرة ملعوبة الآن، جميلة ولكن مرت وتحولت. ليك رمية تمس، هيثم مصطفى، عائد الوسط الهلالي، الكرة مرت وتحولت لرمية تمس. الآن جاء الهدف الأول. الآن التفكير بالاستفادة من العوامل النفسية، من ضغط الجماهير التي بدأت تتحرك في مدرجات استاد الهلال، وبدأت أيضا تعكس الصورة ودعوات المشاهدين المتابعين عبر الشروق، دعوات المتمنين لعبور الهلال اليوم، عبور المريخ غدا، وعبور أهل الشندي بعد غدا. إذن هي أمانينا، هي أحلامنا، والكرة ملعوبة. بكري في رحلة الانطلاق، الهداف السريع، اللاعب الممتاز، جملة كانت على أعلى مستوى ما بين كاريكا بكري، ودونت، كتبت في التاريخ الإفريقي، هدف أول للهلال. الآن كرة ملعوبة، مودو يلعب الكرة، مامادو جاني، القتالية من على الدين يوسف. فقط ما يقلق بعض الثقرات الموجودة، انطلاق من الجهة اليمنى والكرات الموجودة في عمق الدفاع. كابتن رشيد وكابتن فوزي بالتأكيد الحديث أكثر عمق في الاستوديو التحليلي، لكن الكرة مرت، تحولت الآن لمصلحة الفريق المالي السيركي باماكو، فريق اللي انطلق في مشواره في نهايات الستينات. ضربة ركنية ملعوبة، ضربة ركنية للسيركي باماكو، كرة بالرأس، لكن في استخلاص، في متابعة من نزار حامد، كرة تمر لكاريكا، تمريرة أيضا ممتازة لنزار حامد، إخراج الكرة الآن، المشوار الآن، نزار حامد يقاتل على كورته، يقاتل على كورته، لكن الصافرة تأتي أخيرا، الصافرة تأتي أخيرا وتحتسب الخطأ لمصلحة الهلال. كرة ملعوبة، بكري يعود بالكرة لعمر بخيت، عمر بخيت الانطلاق والتمرير للأمام، كاريكا، كاريكا لنزار، ممتاز المرور، الكرة لكن مرت، مرت عليك نزار حامد، لتحرك على الجبهة اليمنى، حاول أنه يتحرك أكثر من مرة، ويتحرك على اليمين تحديدا نزار حامد، اللاعب الممتاز، لاعب منتخبنا الوطني المتألق مع صقور الجديان، سواء في المشوار اللي كان في النهائيات أو الآن الصدارة
الموجودة المكتوبة لصقور الجديان تمناها حتى رحلة التأهل، ونحلم بالكبير الصعود لكأس العالم مع صقور الجديان. عموما هذه أمانينا، طموحنا بلا حدود، ونسأل الله أن يوفق. كرة ملعوبة تتحول الآن لمصلحة الفريق الهلالي. عبد اللطيف بوي يلعب كرة البكري المدينة، تحرك بامتياز بكري، هيثم مصطفى، لمسة من هيثم باتجاه بكري لكن في تدخل جانب حسين بانجورا، بانجورا الغيني، الكرة تمر والصافرة محتسبة لفريق الهلال. تمرير حكم المباراة، الكرة من وسط الملعب يا أخي، مشي كرة مع عمر بخيت، لعب كرة ليوسف محمد على الجبهة اليمنى، جبهة اليمنى المتحركة بفعالية. نزار حامد تعليمات توجيهات موجودة، لكن أبحث عنك أبحث عنك مهند الطاهر. كرة مع مهند، الكرة تحولت لتكون رمية تماس، رمية تماس كما سجلت الفرق خاصة العربية تاريخ كبير في هذه البطولة. كرة ملعوبة لكاريكا الآن، كاريكا في مشوار تقدم، يعود بالكرة لنزار حامد، ونزار حامد في مشوار مراوغة يلعب الكرة مهند الطاهر، الوانتو لم يأتي، والكرة مقطوعة من يوسف دومبيا. دومبيا يمشي الكرة لمامادو جاني، رمية تماس. إدريس ساتاري، كرة ملعوبة بالرأس تمر لفريق سيركي باماكو، محاولات المرور للأمام، صافرة وخطأ محتسب لمصلحة فريق الهلال. بنكامي حكم اللقاء من سيشل، كرة ملعوبة، تلقى من جانب يوسف محمد الآن، يوسف محمد يلعب كرة البكري المدينة، بكري في المراوغة لكن اثنين على بكري، الكرة الآن والتدخل، والكرة مقطوعة، تجد مدسر كاريكا، كاريكا يعكس كرة لمهند الطاهر على الجهة الأخرى المقابلة، مهند الطاهر مع الكرة، محاولة المراوغة لكن العودة، ينقل الكرة هلالية على دين يوسف الآن، التحويل لبكري المدينة في المتابعة والمراقبة والصافرة. نصف الساعة بالتأكيد يمضي الفريق الهلالي، مشاهدي الشروق في كل مكان، متفوق ومتقدم بهدف سجله بكري المدينة، لكن ننتظر المزيد وندعو بالمزيد ونريد المزيد في مباراة الأزرق اليوم ضد السيركي بماكو المالي. كرة ملعوبة للأمام وتمر الكرة، تجد حارس المرمى المعز محجوب، كرة بتمر باتجاه نزار حامد، الانطلاق من جانب نزار، يلعب الكرة على دين يوسف، سرعة في الارتداد الهلالي حتى الآن، لابد من سرعة، سرعة في التقدم، هذا التمهل يمنح الفريق المالي الوقت والزمن والمساحة ليسد الثقرات. كرة ملعوبة الآن، شوف خاطئة يوسف محمد، هل أنت بعيد أم أن الوقت حتى الآن لم يحل لتظهر؟ عموما رمية تماس، كاريكا يلعب الكرة، كاريكا لنزار حامد في تمريرة ممتازة على الدين يوسف، يسدد كرة لكن زحفة، زحفة مرت على يمين أداما كيتا حارس المرمى، تمر وتتحول هلال المرة على الدبلوماسيين وتوقف في محطة الشلف الجزائري. أربع مباريات في دوري الأبطال، المباراة الخامسة في هذا الموسم الإفريقي هي في المكرر للكونفدرالية، لكن الفريق المالي هذه المباراة الخامسة له في المنافسة التي بدأها الكونفدرالية. كرة بالرأس ملعوبة من جانب ديارة لكن مرت وصلت لحارس المرمى معز محجوب، بداية الانطلاق والتمرير، تبدأ الرحلة من سيف فساوي، يعيد كرة لمعز محجوب، مضغوط المعز من جانب ديارة لكن خلص الكرة للأمام، والانطلاق بالرأس أيضا لكن كرة تعود مقطوعة، في محاولة من جانب الفريق المالي للعودة القتالية في وسط الملعب لكن الصافرة والخطأ لمصلحة حسين بانجورا الغيني، كرة بالرأس مقطوعة، تعود من جديد، محاولات للمرور على الدين يوسف الآن في قتالية على الكرة، يتحصل على الدين يوسف
على المخالفة، مخالفة لمصرعة فريق الهلالي. كما فازت الفرق، كما سجلت النجوم والألقاب والبطولات، واستطاع الصفاقسي ونجم الساحلي وشبيبة القبائل أن يدونوا ويكتبوا بثلاث ألقاب في التاريخ في هذه البطولة. نتطلع لتسجيل اسم فريق سوداني هذا الموسم. كرة ملعوبة لكاريكا، محاولة للمرور لكن أيضا مقطوعة من مامادو سيدي بي. مامادو سيدي بي الكابتن، إرسال كرة للأمام وبالرأس تمررت من جانب الفريق المالي لكن تعود هلالية. إرسال أمامي باتجاه بكري المدينة لكن أيضا في متابعة من جانب الشيخ عمر ديالو. الشيخ عمر، الكرة مكتوعة الآن تمر لكاريكا. كاريكا في محاولة، يمر الكرة لهيثم مصطفى، ممتازة التمريرة لمهند الطاهر لكن تسديدة من بعيد وسهلة بالنسبة لحارس المرمى أداما كايتا. أداما كايتا الالتقاط. بداية المشوار الآن، كرة ملعوبة للأمام بالرأس مكتوعة من جانب يوسف محمد لتتحول لرمية تماس. رمية تماس بداية بهذا الشكل، بهذه الصورة، ربما في 92 مع سانشاين الجيري في آخر بطولة 2011 كانت للمغرب الفاسي. المغرب الموجود في البطولة أيضا يريد أن يدافع عن حظوظ. كرة ملعوبة مرت وتحولت لتكون رمية تماس. أحيانا يعني تشعر بأنه في بطء في المباراة، يريد السرعة والتقدم للأمام. والكرة ملعوبة مقطوعة من جانب الشيخ عمر ديالو. يرجع ديالو ليوسف دومبيا عن انطلاقة من وسط الملعب لحسين بانجورا لكن على ديمو يوسف في اصطياد ممتاز. يلعب الكرة لمهند الطاهر. مهند تحويل كرة لكن خاطئة. تجد الفريق المالي ومرور بصورة استعراضية من جانب حسين بانجورا لكن مقطوعة الآن. على دين يوسف يحاول الكرة مرة وتحولت مباشرة لتكون رمية تماس. رمية تماس ملعوبة لمصلحة الهلال من الجهة اليسرى. التمرير مباشرة لسيف فساوي، يرسل كرة على الجبهة اليمنى لكاريكا ولكن تحول إدريس ستاري الموجود في التوجيهات على الجبهة اليسرى. صافرة وخطأ محتسب لمصلحة الفريق المالي. سيركي الباماكو، كرة مرت وتحولت الآن لمصلحة فريق الهلال. كان الحديث عن المباراة القادمة، عن مباراة الرد، عن مباراة الجولة الثانية. بكل تأكيد وجد اهتمام كبير خاصة بالأوضاع المتفجرة. وهنا المعز محجوب يلتقط كرة راجعة بالرأس من إسماعيل ديارة. بالرأس حاول نزار حامد لكن الكرة مرت وما زال القتال على الكرة. ممتاز كاريكا يستحوذ ولكن حكم المباراة أشار إلى أن الكرة لمصلحة سيركي باماكو الفريق المالي. هنا رأسية كانت موجهة لكن معز محجوب كان في الالتقاط. إذن خطأ لمصلحة الفريق المالي مع مامادو سيدي بي لاعب الكرة مامادو لكن عمر بخيت في الاصطياد. لا تقدم من جانب نزار حامد يلعب كرة لكن مقطوعة تعود للفريق المالي. خلصها هلالية. نزار حامد في مشوار على الجبهة اليمنى والخطأ لمصلحة فريق الهلال في التقدم والمتابعة. شوف التدخل على نزار حامد. الكرة مرة تمضي المباراة وتمضي الأحداث. الهلال متفوق مشاهدي الشروق حتى الآن بهدف لكن في انتظار المزيد، في انتظار إن شاء الله النتيجة المريحة، نتيجة لتكون العودة في أمان واطمئنان. عمر بخيت يلعب كرة عالية. عمر ورأسية هلالية لم تأتي. الكرة مرت تحولت في الجبهة المقابلة لتكون رمية تماس. تماس مع مهند الطاهر.
كرة ملعوبة لبكري المدينة، تمرير هيثم مصطفى، كرة ملعوبة الآن، عمر بخيت حول نزار حامد، عمر بخيت كرات منقولة، تمريرات هلالية، نقلات هلالية، الآن كاريكا في كرة محولة والمتابعة، كاد أن يقدم الهدية على طبق من ذهب اللاعب الشيخ عمر ديالو، لكن الكرة مرت لأداما كايتا ومرت تحولت الآن لحارس المرمى المعز محجو. معز محجو بالضغط مطلوب، الأداء أكثر وأكثر، القوة أكثر، مطلوب تحرك، مطلوب تهديد، إضافة هدف ثاني، سيناريو جميل في الشوط الأول. نتحدث عن شوط أول وبعد ذلك ننتظر شوط ثاني، لكن هذا ما نتمناه، نريد أن يترجم في واقع المستطيل الأخضر في ملعب استاد الهلال. كرة من جانب نزار ملعوبة ليوسف محمد، التمريرات ولكن التدخل الخطير من جانب الفريق المالي، خطأ محتسب على دومبيا، الكرة تعود هيثم مصطفى، نزار حامد، الجبهة اليمنى ممتازة، هروب جيد من جانب كاريكا على الكرة، لكن هذه المرة مرت الكرة أمام بكر المدينة، مرت الكرة أمام بكر المدينة في هروب ممتاز كان من جانب كاريكا على الجبهة اليمنى في المنطلق والمحاولة لشوف الكرة، لكن التمركز، مرت الكرة ويشكو حارس المرمى أداما كايتا الإصابة في اللقطة الماضية. فريق المالي اللي لعب 4 مباريات، فاز في مباراتين، خسر مباراتين، سجل 9 أهداف واستقبل شباكه 7 أهداف، بدأ الانطلاق وشارك 3 مرات قبل ذلك، لكن مشاركة كانت متواضعة، الفريق دائما كان يخرج من الأدوار الأولى في منافسة الكونفدرالية، كان يشارك ويغادر. هذا الموسم يعتبر يعني أنه تقدم للأمام، خاصة ما قاله المدرب الشيخ سيكو، تقيناه قبل هذه المباراة، قال ويعتبر بأنه هذه المرحلة تعتبر إنجاز، لأنه وصل أفضل مرحلة في تاريخه في التنافس الإفريقي، يريد أن يتوج هذه بطموح أكبر، يعني يخرج فريق الهلال، ولكن هو يعتبر ويعرف إمكانيات فريقه، وقال أننا سنلعب سنجتهد، ونعرف أن الفريق الهلال كبير ومسنود بجماهيره. كرة ملعوبة تتحول لمصلحة فريق الهلال، يبدأ على الجبهة اليمنى يوسف محمد في محاولات تقدم الهلال، يلعب الكرة لعمر بخيت في كرة منقولة ممتازة لبكري المدينة، بكري حاول الوصول للكرة بالرأس، كرة مرت سهلة رجعت لحارس المرمى أداما كايتا، حارس مرمى سيركي الباماكو المالي، كرة ملعوبة للأمام، كرة بالرأس ملعوبة تحولت لي على الدين يوسف، كرة محاولة لتمرير الكرة لكاريكا، لكن أيضا الكرة مقطوعة ومرور وخطأ لمصلحة فريق سيركي باماكو. مامادو جاني، كرة تترك لإدريس ساتاري المدافع الأيسر، إدريس ساتاري على تنفيذ المخالفة لسيركي باماكو المالي على الجهة اليسرى، كرة ملعوبة مباشرة بالرأس مخطوفة، والكرة ملعوبة خطيرة لكن في متابعة دفاعية، ننتبه من الكرات الملعوبة في عمق دفاع على الدين يوسف، الآن يلعب الكرة لهيثم مصطفى، بداية الارتداد السريع لابد أن يكون أسرع من ذلك، تحول الآن مهند الطاهر يلعب كرة مهند لهيثم مصطفى، يلعب كرة ممتازة هيثم لبكري، أخذ الراجل في الأولى لكن في متابعة دفاعية وعودة من بكري، يعيد الكرة لهيثم مصطفى، يلعب كرة ممتازة على الدين يوسف، مشيها علاء يحاول يراوغ يحتفظ بالكرة على الجبهة اليمنى، حاول أن يتصيد على الدين يوسف الخطأ، وحكم المباراة اعتبر المشاركة عادية والتدخل عادي، وبالتالي لم يحتسب خطأ لمصلحة علاء الدين يوسف. كرة تمر وتتحول الآن مع فريق سيركي باماكو مع أداما كايتا حارس المرمى، يلعب كرة للأمام وبالرأس
سيف فساوي يرد الكرة، تمشي رأسية من جانب أداما تراوري، تمس الهلالي ملعوب. جماهير تتحرك، فرق المشجعين لم تهدأ، فواصل موسيقية، طبول، كرة ممتازة، تبادل ما بين هيثم كاريكا، يلا كاريكا في أولى الكرة، صعب صعبة بهذا الشكل، صعبة بهذه الصورة. مامادو ديارة الآن يلعب الكرة على الجهة المقابلة، وسيف مساوي تفطن لخطورة إسماعيل ديارة، والكرة تحولت لتكون لمصلحة الماليين، مالي اللي قدمت سليف كايتا، فريدريك كانتي، مامادو ديارة، سيدو كايتا، قدمت الأسماء الجميلة في عالم كرة القدم. الكرة المالية، ولو أنها تبحث عن إنجاز بعراقة مالي خاصة على صعيد المنتخبات. كرة خطيرة، محاولة من جانب ديارة، أخطر لمصلحة المنتخب أو لمصلحة الفريق. سيركل الآن، خطأ هلالي، خطأ هلالي، عمر بخيت، هلال يبحث عن الانتصار بكل تأكيد، والانتصار العريض في هذه المباراة. تمريرة باتجاه عمر بخيت في وسط الملعب، عمر في محاولة المرور والانطلاق، يلعب كرة على الجبهة اليسرى على التمرير، بكري المدينة الآن في تمريرة اتجاه نزار لكن خاطئة، دخل أداما تراوري، أداما تراوري في تدخل وخطأ محتسب على يوسف محمد، احتسب الخطأ على يوسف محمد مباشرة مع إدريس الستري. إدريس يلعب الكرة، إدريس والتبادل على الجهة اليسرى، ضغط ضغط والحركة السريعة في الارتداد، هذا المطلوب لضرب الفريق المالي. الآن كاريكا، كاريكا السريع، محاولة المرور، يا سلام كاريكا، لكن في تدخل قوي جدا من الكابتن، من القائد مامادو سيدي بي، حول الكرة، تماس هيثم مصطفى، يلعب كرة على دين يوسف، ينطلق على دين، يتحصل على المخالفة، تدخل قوي بين جانب ستاري، يتدخل بكل قوة، والانتظار الانتظار لحدث مهم مع نهاية الشوط الأول، بعد أن أضاف حكم المباراة دقيقتين. الآن مهند الطاهر، مهند الشوط الأول نتمناه مغاير لمهند في الشوط الثاني. عموما كرة لمهند الطاهر ملعوبة، كرة عالية مرت وتحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى مع أداما كايتا حارس المرمى المالي. الكرة تتحول مع اقتراب المباراة النهائية في الشوط الأول، كرة ملعوبة للأمام، تحول بالرأس، نزار حامد، يلا نزار يحكس كرة ممتازة، الحل الفردي، المراوغة مطلوبة، بكري المدينة، ينطلق بكري، يلعب كرة ممتازة، كانت ممتازة لك الكرة، والدخول والضغط، وستري مع على الدين يوسف، حول كرة الرمية، تماس، لكن في لاعب مالي، في لاعب سيركي باماكو موجود على أرضية الملعب، شوف بكري، والفكرة اللمحة في بكري أن الكرة تكون على البعيدة على يسار أداما كايتا، لكن في تصدي من الحارس، في عودة من الحارس، في تغطية من الحارس، الكرة بالتالي مرت فرصة خطيرة، هدف ثاني، سيناريو مختلف بكل تأكيد، أهداف تمنحك الثقة وبالمقابل تفعل فعل السحر في الفريق الآخر، في فريق سيركي الباماكو من زاوية أخرى، لكن كانت تحتاج لقوة والارتفاع أكبر، ربما كرة بكري المدينة الآن، رمية التماس، ويوسف محمد على التنفيذ في اللحظات الأخيرة، يلعب الكرة لبكري المدينة، تحرك جيد بكري في هذه المباراة، سجل الهدف، ممتازة التمريرة، لكن الكرة مقطوعة، تعود لنزار حامد، يلا نزار
اللحظات الأخيرة، اختطاف الفرصة الأخيرة، الكرة مقطوعة من الشيخ عمر ديارو وحكم المباراة. مشاهدينا متابعينا في الشروق في كل مكان، أطلق صافرة نهاية الشوط الأول بانتصار هلالي، بتقدم هلالي بهدف سجله بكر المدينة. إن شاء الله ملتقانا عبر الشوط الثاني. إلى ذلك الحين أترك الكلمة للزملاء الأعزاء في الاستوديو التحليلي، كابتن رشيد المهدية، كابتن فوزي التعايشة، إلى الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انطلاقة شوط اللعب الثاني، شوط تأكيد الانتصار، شوط تأكيد العبور، شوط إن شاء الله هو لزيادة الأهداف وزيادة التقدم في هذه المباراة. كرة ملعوبة للأمام، أولى مقطوعة من جانب الشيخ عمر ديالو، يتحول الفريق المالي لإسماعيل ديارة، لكن سيف مساوي في التغطية والمراقبة. كرة تمر لعبد اللطيف بوي، منقولة على دين يوسف. كيف الرؤية، كيف القراءة والتحليل ونقاط الضعف والقوة. كاريكا يلعب كرة، جول جول. مرت الكرة، مرت الثانية، مرت الصورة طبق لاص للهدف الهلالي الأول المسجل في هذه المباراة. شوف كاريكا، شوف، هيا كورة، لكن وين مدافع تداخل بقوة ومنع الهدف الثاني. كاريكا ممتاز في تقديم الهدايا، ممتاز في تقديم الوجبات الدسمة على طبق من ذهب. كرة تعود مقطوعة للفريق المالي، هدف ثاني كان سيكون في توقيت رهيب. محاولة المرور الآن، ولكن الكرة مقطوعة، تتحول مباشرة لتكون رمية تماس على رأس على دين يوسف، تتحول لتماس من جديد مع الشيخ عمر ديالو. الشيخ على التنفيذ، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من جانب نزار حامد، والكرة مبعدة من جانب مهند الطاهر للأمام. بكري المدينة يحاول القتال، يتحصل على الكرة، ممتازة، ممتازة الاستثمار. مرر يا كاريكا، مرر الآن، مرر. شوف الكرة، الكرة تأخر هذه المرة، يتأخر كاريكا هذه المرة. الكرة مرت وما زالت كاريكا يقاتل، ولكن المدافع مامادو سيريبي أبعد الكرة، خلص من كاريكا، حولها مرتدة في منتهى الخطورة. إسماعيل ديارة، إسماعيل ديارة، محاول المرور، ديارة مع السيف مساوي، السيف، كرة راجعة. كيدي، محمد كيدي، الآن تمرير حسن بنجورة، شوف فيه بداية للتحرك ومحاولة التقدم للأمام، منتهى الخطورة. الكرة الرأسية مؤمنة من يوسف محمد بكل هدوء للمعز محجوب. الآن تلقى بكري، بكري في كرة، في سباق، في رحلة، الكرة مرت ووصلت من المعز لأداما كيتا مباشرة، من الحارس للحارس، كرة مرت وترجع الآن مع سيرك باماكو، يحاول الانطلاق والتقدم على دين يوسف. الراجل سريع، الراجل سريع، لكن الكرة مرت وتحولت لرمية تماس. التماس ملعوب لسيف مساوي، سيف كأنه تركيز يوسف، سيف بوي، ثلاثي دفاعي ساندو على دين عمر في التراجع الدفاعي والتغطية. الآن التحول، عمر ينقل الكرة الهيثم، يمر الكرة لعمر بخيت، تمريرة على الجبهة اليسرى لعلاء الدين يوسف المتقدم للأمام، يلعب كرة مع هيثم مصطفى، تمريرات، نقلات هلالية. هيثم الآن، البحث والتمريرة، وهرب الراجل، التسديدة بالقدم اليسرى،
تمريرة كانت ممتازة، ولكن الضربة من بكر المدينة الأكثر حركة، شوف ممتازة، ما فيها تسلل، ما فيها تسلل بالقدم اليسرى، كرة على يمين داما كيتا. بكر المدينة يعني أقل تقدير كانت تكون ثلاثية، كرة كاريكا وكرة بكي من تمريرة هيثم الثاني. الآن تواصل هذا اللقاء لكل المتابعين، كل المشاهدين عبر الشروق في تواصل، سيستمر إن شاء الله غدا مع الأحمر الوهاج أيضا في مباراته للعبور للمرور للأمام. كرة منقولة تتحول لتكون لمصلحة الفريق المالي السيركي باماكو، فريق الذي لم يكتب في التاريخ كثيرا، يريد الآن أن يصنع لنفسه المجد بالمرور لأول مرة في تاريخه للمجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي. تمريرة هلالية مع على دين يوسف، خطيرة مقطوعة من محمد كيدي، الرجوع للخلف للفريق المالي، ممارو في محاولة طرق الأمام الآن، والانطلاق لحسين بانجورا الغيني، في تحرك، في رغبة هجومية أيضا موجودة عند الفريق المالي. ويا أخي أفضل نجد فيها الثغرات، نجد فيها الحل في المرتدة السريعة لو نرتد سريع. كرة الآن تسلل، تسلل، تسلل على المتقدم داما تراوري، تراوري في تسلل، كرة هلالية، كاريكا سلم الكرة الهيثم، يلعب كرة الكاريكا في المقدمة الهجومية في تغطية بجانب إدريس ستاري، إدريس ستاري حول كرة للأمام لتمر في وسط الملعب، سيمبانجورا الصافرة تحسم الموقف، خطأ لمصلحة فريق الهلال مع سيف مساوي، يلعب الكرة سيف على الجبهة اليمنى، يلا مهند، الظهور مطلوب، الظهور مطلوب، والتسديدة، الكرة مرت، لم يسدد مهند في الشوط الأول، انتظرت الكثير من هذا اللاعب اللي كان متألق في المباريات السابقة أن يهدد المرمى، واحدة من الحلول، واحدة أيضا من الطرق لتوصل كاريكا، هي سدد، والتسديدة نعتبرها الأولى يا مهند، في انتظار الثانية والثالثة، كرة بالرأس ملعوبة في وسط الملعب، نزار حامد في محاولة لكن خطأ لمصلحة الفريق الهلالي، أسرع الآن، لابد أن نزيد وتيرة السرعة خاصة في التحول الهجومي، خاصة لإضافة هدف ثاني يفتح الباب للثالث. بوي عبد اللطيف في الانطلاق، يتقدم عبد اللطيف، يلعب كرة البكري المدينة، متحرك بإيجابية بكري، كرة عالية عالية لكن مرت من الجميع وتحولت مباشرة لتكون لضربة مرمى للفريق المالي. قلنا أنه سيركي الباماكو لأول مرة يصل لهذه المرحلة، هلال اللي كان وصيف في 87-92، هلال اللي كان في المركز الثالث في 66، هلال اللي وصل لنصف النهائي في 2007 و2009 و2011 في دوري الأبطال، الهلال اللي وصل لنصف النهائي في الكونفدرالية في 2010، بالتأكيد تتطلع جماهيره لأكثر. كرة ملعوبة الآن أكثر وأكثر، وأن يتجاوز المحطة أو المحطات السابقة، كرة عالية لكن بالترتيب، بترتيب الأولويات، بالتفكير لحظة بلحظة، خطوة بخطوة. الآن أمامك سيركي الباماكو، أمامك المبور، وأمامك هذا الفريق لتعبر وتمر وبعد ذلك نفكر في القادم. كرة راجعة، سيف مساوي، انتباه من إسماعيل ديارة تحديدا الأخطر الموجود في المقدمة الهجومية، كرة عالية برأس ملعوبة تمر لتراوري، تراوري يتحصل على المخالفة، خطأ على نزار حامد، فترة التغييرات، فترة الانتقالات، رحل ديم باباري، إبراهيم توري، أوتو بونك، وأيضا الممتاز بالشبه الإعارة للدوري السعودي ريال سجل سنيه إبراهيم والغيني إيكانجا، وأيضا هذه الأسماء. كرة ملعوبة، في محاولات للتغيير، في محاولات
المرور. عموما نتمنى التوفيق للقادمين. رمية تماس هلالية الآن من الجبهة اليمنى، كرة ملعوبة. مهند الطاهر يلعب كرة، مهند بالرأس مقطوعة من جانب مومادو السيدي بي، كورته مع عمر بخيت تمر لبوي عبد اللطيف، كرة هلالية ملعوبة للأمام في تدخل من جانب نزار، في تعقيد كأنه يعمل صف أول وصف ثاني الفريق المالي أمام منطقة الجزاء، أمام منطقة الجزاء. يعني لو تلاحظ مشاهد الشرق عزيز أنه في هذا التكتل الدفاعي المرور من العمق في ساتر أول وساتر ثاني دفاعي، يدافع بالشيخ عمر وأيضا بدريس ستاري أداما وموديبو، بعد ذلك يكون مامادو سيدي بي، يوسف تومبيا ومادو جاني ومحمد كيتي. كرباعي أيضا يقف أمام هذه المنطقة، يعتمد فقط على إسماعيل ديارة في الانطلاقات الصريحة والمساندة من حسين بنقورة. كرة أمامي الآن راجعة للمعز محجوب، تأمين الكرة من الحارس معز، كرة للأمام، محاولة للتفويت من بكر المدينة لكن الكرة ترجع، خاطئة التمريرة رجعت لباماكو، منتهى الخطورة. سيركيل ينقل الكرة محمد كيتي، هو محاولة للمرور، كيدي في بحث وفي أيضا حلول أمام سيف مساوي، سيف ممتاز يضغط، سيف مازال يضغط والكرة تحولت لضربة ركنية، ركنية على يسار المعز محجوب من فريق سيركي باماكو. مامادو جاني يترك الكرة لأداما تراوري، أداما تراوري قريب من الكرة، ومامادو جاني ينتظر يمرر يلعب كرة مع أداما تراوري، يحكس كرة عالية الفريق المالي بالرأس، تعود خطيرة الكرة من الجبهة اليسرى الجهة اليسرى، لكن تتحول للضربة الركنية الثانية على يمين المعز محجوب هذه المرة. ضربات الركنية أيضا تشكل خطورة بكل تأكيد، كرة ملعوبة. ضربة ركنية سيركي باماكو مع مامادو جاني اللاعب الغيني الثاني، اثنين محترفين من غينيا في التشكيلة المالية، كرة بالرأس تمر منتهى الخطورة، كرة خطيرة جدا خطيرة جدا، ومعز محجوب. يلا بداية ممكن هجمة مرتدة سريعة لعكس الهجوم، يمرر الكرة لمهند الطاهر، مضغوط مهند يمرر الكرة لنزار حامد، الانطلاق الهلالي ما زال فيه بطء كبير في التحول من الدفاع للهجوم، هذه واضحة أبدا لا تحتاج لكثير قراءات في نقل الكرة في التحول السريع مع امتلاك اثنين سريعين جدا كاريكا وبكر المدينة، فقط التحول من وسط الملعب يبدأ بتمهل يبدأ ببطء، وبالتالي هذا يعطل التحول الهجومي المطلوب. عموما سيركي باماكو حتى الآن هو متأخر بهدف، كرة للأمام بالرأس مقطوعة، الانطلاقة للأمام والصافرة خطأ لمصلحة فريق الهلال. مهند هيثم يوسف، عموما كرة هلالية خطأ هلالي، أتمنى يأتي بالجديد في تحول بكر المدينة، حرك بإيجابية، أتعب وأرهق كثيرا دفاع المالي. كرة ملعوبة لمهند الطاهر، سدد، اصطدمت الكرة ومرت وتحولت مباشرة لتكون ضربة ركنية لمصلحة الفريق الهلالي، ركنية على يسار أداما كايتا، الركنية الهلالية قد تأتي بالجديد. مهند الطاهر يعمل كرة معكوسة بالرأس مقطوعة من مواد سيدي بي، يوسف محمد الآن بمعكوسة أيضا كرة، لكن أداما كايتا خلص الكرة من أعلى نقطة، والتمرير مباشرة للأمام، كرة لمسة اليد على دريس ستاري لتعود خطأ لمصلحة الفريق الهلالي.
تمرير عبد اللطيف بوي يمر الكرة للأمام بكري هيثم يحاول لكن أيضا مقطوع كيد يخلص الكرة على الجبهة اليمنى منقولة أمامية لكن تعود لحارس المرمى معز محجوب. الآن فكرنا في الثاني فكرنا في أكثر من ذلك في انطلاقات في لحظات في أمان لهذه الجماهير وللمشاهدين للمتابعين عبر الشروق منتظرين الآن لحدث ثاني في هذه المباراة. كرة من معز محجوب يلعب كرة للأمام بالرأس مقطوعة يحول الكرة في وسط الملعب ممتازة التمريرة هيثم ينقل كرة للأمام بكري بكري يحاول والخطأ في المكان الاستراتيجي. الآن لو تتحرك مهند وسجل في كل الأمنيات. شوف المحاولة والخطأ في مكان قريب جدا لابد أن نستثمر مثل هذه الأخطاء هذه النقاط اللي تحول المباراة بالتسديد المباشر داخل شباك أداما كايتا حارس المرمى. إذن خطأ لمصلحة فريق الهلال في مكان استراتيجي أعتقد أنه يجب أن يترك جارزيتو مباشرة اللي مهند الطاهر. مرت الدقائق ننتظر الآن التحول كرة هلالية في مكان يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على الفريق المالي. مهند الطاهر يلعب كرة مرت على يسار الحارس مرت الكرة على يسار الحارس تحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى بعد محاولة مهند الطاهر. الآن تفكير يتمهل الفريق المالي لاحظ أنه في تنفيذ ضربة المرمى في رمية التماس الآن بدأ يلعب على عوامل الوقت وهذا أمر متوقع لكن نتقدم للأمام نضغط نستعجل الفريق المالي بالضغط في مناطق وكرة تحولت نزار حامد على دين يوسف علاء دين يوسف مشي الكرة لكاريكا هيثم مصطفى في الانتظار التمريرة للأمام لبكري المدينة مشيها على دين يوسف ممكن بالوسط ممكن ملعوبة الكرة محاولة كاريكا أوه صفر حكم المباراة وأشار للخطأ. شوف التمريرة شوف فعلا على الخط التدخل على الخط التدخل ولو أن الجماهير كانت ترغب في أكثر من ذلك. باسوما سونغاري يستعد للنزول هذا التدخل الأخير يلا لابد من الاستفادة من الكرات في هذا المكان الحساس مكان اللي يهدد تماما المرمى المالي. أكثر من لاعب في انتظار الورقة الأولى التبديل الأول الآن قد يأتي من جانب المدرب شيخ سيكو لكن هيثم مصطفى سينتظر التبديل 29 أداما تراوري سيترك مكانه لباسوما سنغاري في فريق سيركي باماكو المالي. شوف الراجل لا يريد أن يخرج يتمهل أمانة الفريق يلعب على الخروج بأقل خسائر الفريق المالي ينتظر مباراة بلاده هيثم مصطفى يلعب كورة مرت أيضا مرت أمام مرمى الحارس أداما كايتا كورة هلالية ثانية في لحظات قريبة كرة من مهند مرت وكرة الآن من هيثم مرت وفي انتظار الكرة التي تمر إلى داخل الشباك معلنة الهدف الثاني لفريق الهلال. ما زلنا في الانتظار وما زلنا أيضا نتطلع كرة أمامية ملعوبة عالية
بالرأس من جانب الفريق المالي. تمر الكرة لديارا، يلعب كرة خطيرة، تسديدة في منتهى الخطورة بالقدم اليسرى. أخذ الراجل الكرة مباشرة، حاول مباغتة حارس المرمى المعز محجوب، ولكن مرت على اليمين. كرة أيضا فيها ملامح الخطورة بالنسبة للفريق المالي. بالنسبة لسيركي الباماكو الآن ضربة المرمى إدوارد سادومبا، لابد أن تأتي الورقة فعلا. سادومبا بكري تبديل الأول الهلالي، ورقة الأولى من ديجو غارزيتو، تحول لسيركي الباماكو، منقولة من يوسف دومبيا، محاولة المرور لكن سيف وحكم المباراة احتسب مباشرة خطأ لمصلحة سيركي باماكو. بين كامي حكم سيشل، كرة ملعوبة الآن جهة اليسرى، الانطلاق من جانب مامادو فريق المالي، كرة ملعوبة عالية خطيرة لكن استقرت على الشباك من الخارج. معز محجوب الآن، لابد أن نسرع الأداء، أن نلعب للهدف الثاني. كرة تحولت على الجبهة اليسرى، تمرير كرة للأمام، سادومبا في لقطة أولى، في لمحة أولى مرة الكرة، كاريكا سدد، هذه لقطة الهدف الثاني، هذه كرة الهدف الثاني من كاريكا. سادومبا في لمسة يا دوب مرت الكرة لكاريكا، كرة بالرأس، إنه زيمبابوي، إنه الورقة الرابحة، إنه الكرت الرابح، إنه إدوارد سادومبا يا آدم كيتا. هل سمعت باسم هداف دوري الأبطال في الموسم الماضي؟ الآن يا محمد سليمان وريني الكرة، شوف بالرأس من إدوارد سادومبا الكرة في الشبكة، الهدف هلالي والفرحة هلالية والانتصار سوداني على الفريق المالي في هذه الأثناء. اشتعل الملعب، ولع الملعب، ولعت الجماهير، ولعوا في الملعب أكثر وأكثر، خاصة في المستطيل الأخضر، في الأقدام الزرقاء، في الماكينات التي تصنع، والماكينات التي تدون، والماكينات التي تسجل باسم هلال السودان في مباراة السودان ضد السيركي الباماكو المالي. الآن الفريق الهلالي متقدم، وكما قلنا طموحنا كبير جدا، وننتظر بأمانة أقول أكثر من هدفين. كرة ملعوبة الآن خطيرة، اوقف المالي، اوقف المالي في ردة الفعل السريعة، شوف الراجل أخذ اللاعب، لكن تعود الكرة لموديبو، يلعب كرة، وين الرايح، وين الرايح؟ مساعد الحكم الثاني من سيشل أيضا جون أنيستا، اسمك أسباني وجنسيتك سيشل، لكن نريد أن تكون الراية في الموعد، هذا ما يهمنا الآن. كرة ملعوبة للأمام، تحول بالرأس، مقطوعة، والتحول في وسط الملعب هلالية. عبد اللطيف تمناها مهرجان اليوم وغدا، وانتصار أيضا للأهلاوية، ننتظر الكثير. تدخل قوي جدا من عبد اللطيف، بوي انتبه يا بوي، البطاقة الصفراء. الفريق الآن متقدم، الفريق الآن متفوق، العوامل النفسية أفضل وأحسن بالنسبة للهلال. لابد أن نلعب على هز المعنويات بالنسبة للفريق الآخر، الفريق اللي يلعب خارج دياره، أنه مع اختلاف الأسماء، أقول مع اختلاف الأسماء، فريق انهزم هذا الفريق سيركي باماكو خارج أرضه في مناسبتين، أمر كان طبيعي، لكن نعاد وعاد بقوة في المباراتين، خاصة أمام فريق منظم مثل إم المصري. كرة ملعوبة عالية، خروج المعز محجوب، خروج المعز محجوب واستلام الكرة وبداية الرحلة، وننطلق مشاهدينا متابعينا عبر الشروق هدفين الآن في انتظار الثالث. كرة ملعوبة تتحول رأسية
عمر بخيت في انتظار الكرة، يلعب الكرة للأمام، كاريكا سادوم بلان، الكرة مرر يا راجل، مرر يا راجل، كعبية لمسة ممكن توصل للمرمى. الكرة الآن تعود مقطوعة من ممدو الجاني، تحولت لستري، يعود للخلف الجاني، يرسل كرة أمامية، إسماعيل ديارة لا يتحرك، سيف كرة ملعوبة وتبادل وثقة كبيرة، والخطأ الآن المحتسب لفريق الهلال. فريق الهلال التقدم بهدفين في انتظار المزيد، يلا ما دام في مباراة أخرى في مالي. كرة تتحول، منقولة هلالية، التقدم مجاري، مهند الطاهر سدد كرة من بعيد لكن سهلة لأداما كيتا، كرة كانت مباشرة لحارس المرمى في انتظار التفوق، في انتظار التأكيد، في انتظار أيضا مباريات كبيرة تستمر وتنطلق عبر الكونفدرالية. 16 مكرر، 8 فرق ستذهب مباشرة لخريطة المجموعات، 8 فرق أيضا ستغادر وتودع الموسم الإفريقي لهذا العام. كرة ملعوبة تتحول، والفريق المالي بدأ يحاول لكن مقطوعة، تعود لنزار حامد في صافرة من حكم اللقاء، الاطمئنان على اللاعب المالي الموجود في أرضية الملعب. هلال ينازل سيركي الباماكو المالي، أكاديمية أمادو ديالو من الساحل العاج ضد الوداد الرياضي المغربي. الملعب المالي مع النادي المكناسي المغربي. مريخ السودان سيلعب ضد بلاك ليوبارتس من جنوب إفريقيا غدا. المغرب الفاسي أيضا ضد ليوبار الكانغو، أيضا مباريات وأسماء، ديناموس زيمبابوي، إنتر كلوب الأنغولي، القطن الكاميروني كوتن غاروا سيستضيف الفرسان أهلي شندي بالتوفيق، وجوليبا المالي سيكون ضد النادي الإفريقي التونسي. ثلاث فرق من مالي كثير. كرة تحول من عبد اللطيف بوي، سيف مساوي يلعب الكرة ليوسف محمد، إرسال الكرة لنزار حامد في تمريرة، محاولة العودة للديارة ولكن الكرة أيضا مرت والصافرة، الصافرة من جانب حكم المباراة من زرش. تدخل والاحتساب بين كامي، كام أيضا الجيدين الآن يدفع باللاعب رقم 8 جبريل استوراوري في التشكيلة، سيكون مكان مين؟ لاعب رقم 10 محمد كيدا سيغادر، محمد كيري سيغادر، وجبريل استوراوري سينزل الورقة الثانية بالنسبة للمدرب الشيخ سيكو، مدرب سيركي باماكو، المدرب اللي لعب لهذا النادي، بدأ حياته واختتم حياته في سيركي باماكو أيام كان الفريق نادي مغمور. طبعا كرة ملعوبة الآن، محاولة للمرور وتمريرة في منتهى الخطورة، أبعد الماليين عن مناطق الجزاء، كرة ملعوبة والصافرة حكم اللقاء للاطمئنان على اللاعب. نعم نزار حامد، الكرة اللي اصطدمت، الكرة الملعوبة، الكرة اللي اصطدت وتحولت، كانت في اللقطة، شوف اصطدام كان. سلامات بالنسبة لكل لاعبينا، أتمنى السلامة للاعبينا، أتمنى أن يكون المشوار كبير وموفق هذا الموسم. خلاص استوعبنا خروج من دوري أبطال إفريقيا من المجموعات بالنسبة لفرقنا الكبيرة الهلال، يوم المريخ غدا، نريد طموح في المباريات القادمة لنصعد للكونفدرالية ونفتح باب الأمل الكبير، على أقل تقدير لأننا نحتاج بطولة في وجود ثلاثة فرق سودانية تمثل باسم هذا الوطن في بطولة الكونفدرالية. أيضا مالي تشابهنا في هذا، ثلاثة فرق مالية تنافس، مالي اللي نالت الاستقلال في 1960 الآن تعيش الإضطرابات، أتمنى لا تؤثر على لاعبينا، على الرحلة لاعبينا، عموما مسؤوليات كبيرة منتظرة للاتحاد الإفريقي اللي هو المسؤول الأول والأخير
عن إقرار هذه المباراة. كرة ترجع لأداما، حارس المرمى فريق المال يلعب كرة على الجهة اليسرى، محاولة انطلاق من جانب إسماعيل ديارة. إسماعيل ديارة باسوما يحاول